نبداو بشباب قسنطينه ومولوديه العاصمه، اتحاد العاصمه، شباب بن مزداد. بكل صراحه اللقاء العوده باذن الله راح يتاهلوا، لا خوف على شباب بن مزداد، مولوديه العاصمه، اتحاد العاصمه، شباب قسنطينه قويين، وباذن الله يربحوا، باذن الله يربحوا. هنا ما كانش اللعب، ما كانش ونيكيل. شباب بن مزداد عنده اكسبيريونس نيفو، شباب بن مزداد نيفو، اتحاد العاصمه عنده اكسبيريونس، هذا وين بدات العام اللي فات ودات الكاس نيفو، شباب قسنطينه نيفو، مولوديه العاصمه نيفو. شكون راح تحبس؟ شكون راح تحب؟ ديجا مش خسروا، خسروا 1-0 1-0. ديجا اتحاد العاصمه لاربيت كان ضدهم، لاربيت كان ضدهم شويه، انا على حسب الماتش شفتو، ولعبوا اتحاد العاصمه، شباب بن مزداد لعبوا، شباب قسنطينه الحمد لله متاهلين مرابحين ديجا هما. انا نقول لك لا خوف على شباب قسنطينه بن مزداد اتحاد العاصمه مولود العاصمه، باذن الله ان شاء الله يتاهلوا ويشرفوا الجزائر. باسكو كاين ناس يقول لك هم خسروا، ما خسروا، خسروا 1-0. شباب بن مزداد يا سي محمد عنده الاكسبيريونس، شحال عنده يتلعب بكاس افريقيا، عنده وقت 4 سنين ولا. نتمنى له الخير والنجاح مع دخول سليماني ان شاء الله في دور المجموعات، يدخل سليماني. انا نقول لك لا خوف على هاد ليكيب. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.